سلام الله عليكم. عليكم السلام. شوي الحمد لله على السلامة يا ولدي. الله يسلمك. السلام عليكم يا ابو ثياب. يا هلا عليكم. عليكم السلام. حمد الله على سلامتكم. عساكم ما صادفتوا متاعب الطريق. لا بلا ما في شيء يا عم. الحمد لله. باقي الربع عند العين. اي. زين. مهاوش يا ولد. قولهم يودوا الحلال على العين يسقوه والبل. حمد الله على السلامة. الله يسلمك. شو؟ اي. يلا هلا ابو عفاش. هلا بيك ابو ذياب. هلا بيك. الله تمنيناك معنا بالطريق لكن عاد وش نساوي. الله انت تعرف يا ابو ذياب. ول 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 تقول راسي وده ينسطح سطحتين. شد حيلك يا طويل العمر. هالليله ليله لهنا. من مصابيح الله وهن يغني لا كلين ولا ملين فرقع الراسي. على هونك على هونك ليه مستعجل؟ العروس ابني كانها ما هي طايره. اي عقل اللي طار يا قطيفان والله عقلي. سلامت عقلك يا طويل العمر. من الصبح هن دين دين دين. الحريم ملهن غير الغناني. شاهر وفرحان وصلوا. تقول الصحيح؟ اي شاهر وفرحان ومعاهم نوف راكب ناقة. شفتهم بعينك؟ اي شفتهم ومعاهم رجال ما هم ربعنا وحرمة كبيرة بالسن وفلتتهم قربين صوب المضارب وجيت أبلغك فرحور. اي تعال معي. اخوي فنخور ايه تروح تحضر الرجال بعض بواريدهم ها وتاخذ الربع معك هسه وتتناني هناك. اركب تامر يا طويل العمر. اركب يلا يا رجال يلا. اروح معكم يا طويل العمر؟ لا لا يا قطيفان خلك هني. انت تخبر وطفه اني واصل مشوار عندي شغله صغيره وراجع وعاود. ها زين بمان الله. مع السلامه. Mm-hmm.
عمي حبيت بحقكم وحبيت اليد اللي تعمل. سامحني طال عمرك. ارتاح الحين لفين ما نقدر نسعف. وايش تسعف يا عمي؟ المنية صارت بنات. هذا حكم ربي، حكم ربي لاني ذبحت اخوك. سامحني الله يسامحك يا جواح. الله يسامحني. ارد خلق خلق قلفتي واطفق ما تبكي علي. كلها النية اللي سويت اللي طلبت مني. قم يا عم قم لحق جزاع قم. اقبل يا ابو عفاش شاهر من صار. اقبل عهونك يا ابوي عهونك يا شاهر. اقبل يا ابو عفاش حلامك عهونك عهونك عهونك. قف قف بسيطه يا ابوي عهونك يا شاهر. هنا عهونك عهونك. شراب الهنا يا جزاع الكلب. اضرب يا جزاع. طيفان وش تساوي هان؟ وش ملكتي نافخ؟ بعثني اقول لك انه طلع وراجع بالحال. وين راح؟ هذا يدشر العرس؟ عريس يدشر العرس؟ ما هو طلع يستقبل شاهر وفرحان. ايش تقول؟ شاهر وفرحان؟ ايه وصلوا ومعهم نوف وبالأمارة. فنخور قال له انه وصلوا ومعهم نوف وراكبه على ناقة ومعهم رجال كثير ما هم من عربنا وحرمة كبيرة بالسن. ما حلالهم يحضرون الا الحين. يفسدوا عليك ليلة دخلتك. وش هالشراب؟ أذوقي وطفة؟ لا تلمس. زين سلم عليك. كان خليتوني انتقم بيدي من هالمجرم. وين راح؟ وين راح؟ عن وين جزاع؟ هلا بعمي فرحان. هلا بطويل العمر. أقلك وين جزاع؟ والله ما أدري. علمي علمك يا طويل العمر. اقتفان إيه؟ قول لي وين متخبي. قول يا اقتفان متخبي؟ والله ما أدري وين متخبي. هالمفروض هسا يكون عند عروسته. عروسته؟ إيه وطفة هذه تتناهى بالشق. زيد وين جزاع؟ وين جزاع؟ تريد تذبحه انت الثاني؟ اقول وين جزاع؟ حق عليكم لو انتظرت ساعة بس ساعة اختلي فيها بيه كان دخلت الشق وريحتكم منه. وايش قصدك يا وطفة؟ جزاع كان بيدي مثل الذبيحة. جزاع اللي طغى وفسد كان بيدي.
صبرت شهور وانا استنى بهاليوم اللي اسقي فيه كاس من ايدي هذه، بس يا خسارة جيتوا يا اخوت تطرادوا معكم حق تريدون راس جزاع. يا ما طغوا وفسدوا وقتلوا ضحايا كثيره ومنهم جويع. جويع اجا جويع معكم؟ ايه جويع معنا. جويع بري يا فرحان، جويع كان بس اليد اللي طعنت تراد. جويع جويع منظر بمره بعدين. فهم يا فرحان، اقولكوا جزاع السبب، جزاع يا ما قتل ناس من غير ما يستعمل، يا ما ظلم ناس من غير ما يترك. انا افهم كل اللي صار، انا سمعته باذني هذه. جزاع قتل ناس كثير، قتلني وقتل نوف وقتل وقتل وقتل. وش دراك بسالفة نوف؟ أنا كنت قاعدة بالمحرم أسمع كل الكذب اللي لفقه جزاع نوف. أنا قلت لها تهرب يوم إن سمعت إنه ودكم تذبحوه. المهم وين جزاع الحين؟ يا ريت أعرف وين، يا ريت. كنت سرت له وذبحته بيدي هذه، إيدي اللي رادت تسبيه السم. شايف هذا الشراب؟ بيه سم الجزاع. لو انتظرت شوي كان شربه وفش غلي وشفط غليلي وطفى النار اللي تشعل بقلبي. كان اخذت بساري وصار نوف وصار طراد وصار جويعد وصار كل المساكين اللي ظلمهم جزاع. روح يا فرحان، روح الحقهم، رح جيبه مثل ما جبت نوف. بس انت هالمرة جيب راس الحية، جيب راس جزاع. ابشري يا وطفة، بإذن الله لجيب لك راس جزاع، بإذن الله. كلهم يا طويل العمر ما ظل منهم ولا واحد يمها. هدي يا ابوي هدي. رايح ادور جزاع. فرحان ارجع يا فرحان، ارجع لاشوف الدنيا وايش راح بينا. فرحان ارجع يا فرحان، ارجع يقتلوك يا فرحان، ارجع. اي لا تبكي يا نوف، لا تبكي يا نوف. اي فرحان رجال الميهاب لا جزاء ولا رجال جزاء. يم ما شفت شلون هزمهم كلهم؟ اهدي يا نوف، اهدي اهدي. بسيطه يا شاعر، بسيطه يا بسيطه بسيطه والحمد لله. هسه اعطي لك الرصاصه نوف، خذ حط الشبريه على النار. جزاء شيخ، جزاع اللي ذبح التراد واخذ منه الشيخ، يمنعنا ندخل عربنا. اهدى انت سيدي، هسه نعرف اللي صار. انجريح يا شاهر انجريح. جزاع جزاع هو سبب كل هالبلاوي. اهدى يا وليد قومني. اهدى اهدى جزاع، ما يصير. شاهر جزاع اهدى يا شاهر. ولوا هربوا هربوا، ولوا انهزموا، انذبحوا تركوني. الله غير اموت، الله غير اموت في طيزه. الله يجازيهم جبناء جبناء. اهدى اهدى. طلعت اقدر اشتغل، اهدى مرتاح. اهدى جرحك بعده طير يا شاه. أريد جزاع. فرحان صار يريد جزاع. اهدى انت فرحان، بروحه يا بلقال. فرحان ما ينخاف عليه، اهدى انت وارتاح. اهدى اهدى اهدى. جزاع ما شفتوا جزاع، ما شفتوا جزاع.
لقيتوه؟ ما شفناه. قولوا ما شفناه. قولوا جزاع جزاع. والله يا عمي دورت بكل مكان وما لقيته. زين يا قتفان، ها كد يم القاع يمكن تلاقيه بتخبي هناك. والله ما ظني طويل العمر لانه كل خيله وجماله موجوده هان. اقول لك امشي بس. زين على عيني. ودك تسميه؟ والله كل علمي انك كنت تحبيه. كنت مخدوعه بيه، ما كنت ادري انه كان يستغلني مشان يتلقط على امك وعلى ام اختك ويستغل جويعد الله يرحمه. ما دريت الا لما سمعته باذني وهو يشي بيج لخوتك وقال قال وطفه لاحقتني ودها تجوزها وانا ما ودي، وهو اللي كان يجي لعندي ويقول حقش يا وطفه. يلا هي حرق بويش اسبه بويش. والله ما ظل شيء بجزاع ما سبيته. لا يا شاهر انا ما وافقك. انت ما لحقت تستقر وتهدى بعد كل الشقه اللي شقيته انت وفرحان وانت تدورون عنو، تقوم تبدا من الاول. ولو اقضي عمري كله بعد ادور. لا يا فرحان انت ثاني معه الحين المساله وذا التعقل. شوفوا ايش صار لكم يوم تنشرتوا الديره. وش تريدنا نسوي؟ ندشروا ينهزم؟ لا والله انتوا شيوخ العشيره ولكم رجالكم، طرشوهم وراه. لما قضبته بيدي مش في غليلي. اهدى يا فرحان يا وليدي اهدى الله يهداك. انا معكم انه جزاع لازم يلتقي، لكن الحين انتوا شيوخ العشيره وبرقابكم امورها وعربكم بحاجه نلكو، ما يجوز تدشروا البلاد حتى ما تحول لفوضى. المجرم لابد ما يلقى جزاء، لكن انتوا قدامكم امور كثيره، الرزق والحلال والعشيره والشيخه. ادري انه جزاء خرب البلاد بغيابكم، وما ظلمكم انتوا بعد، ظلم ناس كثيرين غيركم. ولهالسبب انشدكم بالله حمدا رسول الله انكم تهدوا وتحكموا العقل. شاهر يا وليدي انت الحين الشيخ اللي عربه تحتاج له وتنتظر عدله حسن شوره. جزاع يا الربع الحين ما يسوى قشرة بصلة، وما عاد يخوفك ولا يخوف غيركم. حتى ربعه اللي كانوا معه تخلوا عنه ولابد بتلقوه. اما والله تطلعوا وتكدوا وراه بروحك وانت شيوخ العشيرة، والله هذا ما يجوز. انا بقبلك وياها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هلا قطفان. هاي قطفان وش العلوم؟ والله يا طويل العمر ما لقيناه. عجيب وين راح؟ الأرض انشقت وبلعته. شلونك يا قطفان؟ الحمد لله يا طويل العمر، والله ترى مشتاق لكم. والله يا طويل العمر هالعشيرة بغيابكم فوضى، وبلعون بغيابكم كان ودي أذبح جزاع. أنا وطفة اللي دبرنا له هذا العرس. إيه بالله ترى هذا العرس كان ضحك على ذقنه. أدري يا قطيفان أدري، وطفة علبتني بكل السالفة. بس يا طويل العمر هنتو جيتوا جزاع انهزم. لوين يا وطفة هالساعة؟ أدري ويلي جواحد ويلي جزاع. يا بنت الحلال يا بنت الحلال اقعدي، ما انت شايفة الدنيا قايمة قاعدة. خليك معنا. ما اقدر اقعد ما اقدر اقعد وتسوح بالمضارب ادور مع اللي يدورون. لحالك يا وطفة لحالك يا بنت الحلال. انت انهبلتي كل العشيرة تدور عليه، انت واش اللي يحشرك بينهم؟ ما اقدر اصبر ما اقدر اصبر. ولا كان هسع جزاع ميت. يا ريت مصيره بين. وين وده ينهزم؟ ايه وين
استرخص يا وجوه الخير، هروح ادور يمكن حد يذلني على علومها او شيء. نسلم عليكم. السلام. السلام. الله معك. وينك فنخور؟ وينك الجبان؟ تركتني ولا تطلع علي يقول لي وش صار؟ اروح اشوف وش صار. لا والله البرد احسن من الموت. والله المسكوني شاهر وفرحان غير يقطعوني. شقف شقف. مشكور يا قضي الثاني. وظفة، انا اتنهان لما اتوكدي انه جزاع ما هو بالشق. وفرد لقيته بالشق. حرام غير اذبحه مثل مذبح البعير. خاف يذبحك قبل ما تذبح. لا 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 لا، ايام جزاع ولت وعادوا للشيوخ الاصليين. زين، ما بداية تنتظر. نسلم عليك. بمان الله. لو رحت قلت لشاهر اني تبت منك السماح وش ساوي؟ والله يبريني شاهر قلبه طيب. لكن ايه هذا فرحان المجرم، والله غير يذبحني. لكن والله اروح احب على عيدين عمامي واقول لهم انا تبت ومنكم السماح، والله تمكن انه يعفو عني وما يذبحوني. لا والله خلنا نشوف ايش يصير. هذا اللي سواه جزاع بينا. وقدامكم يا وجوه الخير اقول ان نوف بريه من كل اللي قالوا عنها جزاع. والله جزاع لازم يموت. يهسبه. اريدكم تساعدوني. اللي يدري اي علوم عن جزاع ما يبخل بيها علي. نريد نقطع بذرة الشر اللي عايشة بيناتنا. حنا طول عمرك يا طويل العمر، وامشي من باكر، حنا لازم ندور عليه ونطوله. امشي يا طويل العمر. الأول حنا العناك. نفتش كلش عيب على ربنا. ما نخلي حجر ولا خربة ولا شق إلا نفتشه. كلنا نحط ايدينا بدين بعض. حتى نلاقي جزاع. ابشر يا طويل العمر. خبره يا نوف، يوم من جيت الشق لقيت الزاد على الارض قاعد تاكل. كنت جعان ميت من الجوع، وبنص الاكل ولا السيف مسلط على رقبتي. قلت جاك الموت يا مذقال، لكن الحين سمعت صوتك تطمنت شوي. قلت الحرمه ما معقول تذبحني. والله يا مذقال انا ظليتك انك حرامي وجاي تسرق. والله معك حق، واحد جاي بنص الليل على شق حربه بروحها. نو اي والله انك طلعتي بالتصل. نو يوم طلعت من الشق سلكت هذه الطريق، كنت امشي ولد وراي، امشي ولد وراي، امشي ولد وراي، حسيت ان انا باب البير. قمت ودي ارجع ما قدرت. طب طبيت ولا انا بلدي. ادرك لا تقع مره ثانيه. مساكم الله بالخير. فرحان النور يا فرحان. خير يا فرحان. والله يا مثقال ما له اثر، فتشت عليه بكل مكان ما لقيته. لكن انتوا وش تسووا تالي الليل هذا؟ كنا نتذكر انا ونوف
شلون وقعنا في البير. كنت يا اخوي يا فرحان اشد بي اشد بي وما اقدر اشد وما اقدر وما ادري الا وانا جنبه بلبي. ما شاء الله بتقال ثقيل. فرحان إيه؟ انا كنت هناك. اي والله إيه؟ فرحان خوف الله انه صوت بني ادم. اي بالله صوت بني ادم. فرحان هات الحبل هات الحبل. نوف بعدي. خذي يا اخو. يا اخوي مين يكون هار؟ الله اعلم. وش يسوي هار؟ يمكن انه وقع بالبير. خذ الحبل. وكاد انه وقع. صبر يا فرحان صبر. من حالك زين يا اخو؟ زين. شد يا فرحان. يا رب شد. شد يا فرحان. يا رب منها جزاء. الحمد لله على السلامة يا عمي. الله لا يسلم بيك بغى الزبرة. انت هان وحنا قلبنا الدنيا عليك يا نزل رجال. والله يا عمي انا جيت استقبلكم وقعد جوا البير. بالله وقعد يا جزاح. ادخلك يا عمي ادخلك. والله انا طبيب على ولاياك يا عمي. انت حمت وليائي حتى رحم فرحان. عمي فرحان نزل رجال تسر عليهم يا عمي. اتفقنا ان الحاكم بالاول فرحان. اتفقنا ان الحاكم. خلك يا عمي هون. قذبوه لجزاع قذبوه. وش تقول؟ والله قذبوه بالبير. والله اني بريء والله اني بريء. لازم صلوا على النبي يا جماعة الخير. طيب يا وجوه الخير خلونا نسمع الشيخ شاهر وش بده يقول. شوفوا بعيونكم واسمع الحقيقة وخلي العدل ياخذ مجراه. انا ما اريد اكون الحكم. خوف يقولوا شاهر ظلم. انا ارضى بحكم الشيخ مثقال شيخ الدلاهمة. هذه ما ودها حكم يا اخوي يا شاهر. هذا لزوم يموت وغير هيك مقبل ابد بنوب. اهدى يا فرحان هداك الله. شلون تقول له اهدى يا اخوي؟ واحد يطعن بعرضنا وشرفنا ويواجهنا بالبرود وتقول له اهدى بعد؟ والله انا ما عندي علم على حكي شيء. يعلم الله اني بريء. ولك بعد تقول بريء؟ فرحان اقعد يا فرحان اقعد. اهدى يا اخوي الله هداك. خلي الناس تسمع يا وجوه الخير. العدل ما هو بس لازم يتنفذ. العدل لازم يتنفذ وكل الناس تشوفه وهو يتنفذ. اي بالله اي بالله اي بالله. صلوا على النبي وجوه الخير. صلوا على النبي. الحين اسمعوا الحقيقة. هلا بيك يا جزاع. وقعت بين ايدين اللي ظلمتهم واللي ظلمتهم كثار وانا واحدة منهم. ونوف وطراد وفنخور والرجال اللي انذبحوا وجويحت. جاك الموت يا جزاع. جاك الموت يا جزاع.
هم ذبحوك الشيوخ، أقتلك أنا. وش اللي صار؟ وش اللي صار؟ صلوا على النبي وجود خير، صلوا على النبي، صلوا على النبي وجود خير. اسكت. اللهم صل على سيدنا محمد. الحين يا جزاع أريدك تقول قدام الحاضرين عن اللي شفته هنت بين نوف والغريب. إي بالله، والله يا وجوه الخير أنا ما أقول إلا اللي شفته بعيوني. يوم كنت معاود بالتجارة، تجارة عمي الشيخ أطراد الله يرحمه الله يرحمه، رجعت لعندي شق الشيخ أطراد، لقيت نوف بالشق مع الغريب يتحاببون بالشق. الشق؟ إي. أنت متوكد؟ إي بالله أنا شفتهم بعيوني، وحتى يوم شافني انهزم، تغضبت أنا وياه فلت مني، وحتى يوم سألتها قالت لي أنا أريده ومريد غيره. تغضبت أنت والغريب؟ إيه. يعني ما هو بالبير؟ لا، هي نوف يوم إن انهزمت تخبت بالبير من الخوف. والغريب ما كان بالبير؟ لا، هي ينزل البير، وش وده يساوي بالبير؟ تمكن كان يحاببها بالبير. لا لا، إيه معقولة. أنت تعرفه لو شفته؟ لا والله، الدنيا كانت عتمة وظلمة، ما أعرفه ما أعرفه. أنت كذوب يا جزاع وتستاهل الموت. أنت ليه تحكي هالحكي؟ أنت ليه؟ لأن أنا أعرفه أحسن منك. ليه؟ أنت كنت موجود؟ إيه كنت موجود. لا ما كنت موجود، كنت أنا ونوف والغريب. أنا الغريب يا جزاع. والله هذا الشيء أنا ما أعلم عنه ولا أدري به. وطراد؟ طراد؟ طراد اللي قتله جواعد. جواعد قال إنك أنت اللي أرسلته لقتل طراد، وأنا أقول إنه جواعد كذوب. جواعد ما هو كذوب، أنت ودك تكون شيخ. إيه الشيخ جزاع طويل العمر، اللي أرسل رجاله يتصدونا بالطريق وحنا داخلين لعربنا. هذول مهم رجالي، هذول فنخور أرسلهم. وش دراك انهم رجال فنخور يا طويل العمر؟ سمعت وانت بالبير؟ لا، قبل ما قع بالبير. والدراهم اللي سرقتها من نوف، والحلال اللي نهبته، والشلايا اللي ورثتها، وشرفنا اللي سودته قدام العرب. هسع الحكم لك يا شيخ مثقال. انا والله وجوه الخير احكم انه جزاع يجلي عن الديار. لا والله، والله والله ما يجلي إلا ميت. والله يا عمي يا فرحان، أنت سمعت حكمه، أنا قابل بحكم هالأخو. وطفة تعال اسمعي، حكموا على جزاع. وإيش الحكم؟ إنه يجلي عن ديارنا بعد كل اللي عمله. نتريح منه يا وطفة، وخليه يواجه مصير. إيه لزوم يواجه مصيره. وطفة وطفة، شلح على النبي. اللهم صل على وطفة. إيه وطفة اللي عز عليها انك تجلي يا جزاع. اي نجلي سوا انا وانت يا وطفة. لا يا بعد جدي، انت ما تجلي، انت ظلك هان.